مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء مع لميا. تفضل يا لميا. شكرا لك بسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية لتقليص الضغط على العملة الأجنبية. وفي خلال مداخلة له في افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبو رواش بالجيزة، قال الرئيس السيسي إن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن البضائع في المواني. كما دعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع الأسعار والسلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مشيرا إلى أن مجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لموقف توافر السلع بالأسواق. وأوضح مدبولي خلال اجتماع له أن هذا الاهتمام يأتي في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة، لا سيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المطمئنة، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس صعب ومؤلم. وأضاف زيلنسكي أن القوات الروسية تنشر كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة لتحقيق تقدم عسكري. في الوقت نفسه أوضح زيلنسكي أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة عن نحو 9 ملايين من الأوكرانيين. أعلن وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبا أن كييف تهدف إلى عقد قمة سلام بنهاية فبراير المقبل. وكشف كوليبا عن أن الإدارة الأمريكية وضعت خطة خاصة لتجهيز بطارية صواريخ باتريوت للتشغيل في بلاده خلال أقل من 6 أشهر. وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا ستقوم بكل ما في وسعها للفوز بالحرب في 2023. وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الجيش في حالة تأهب قصوى إثر التوترات في شمال كوسوفو. وقال وزير الدفاع الصربي في بيان له إن رئيس صربيا أمر الجيش بأن يكون على أعلى مستوى من التأهب القتالي والجاهزية لاستخدام القوات المسلحة. من جانبه أكد الجيش الصربي أن الوضع على الحدود مع كوسوفو متأزم ومعقد، مضيفا أن وجود الجيش الصربي على طول الخط الإداري أو الحدود أمر ضروري، ويقيم الصرب المحليون حواجز على الطرق لمنع الشرطة من القيام بدوريات في المنطقة التي شابتها توترات في الأشهر الأخيرة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك جراء العاصفة الثلجية. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا العاصفة الثلجية والتي ضربت الولايات المتحدة منذ أيام إلى أكثر من 50 شخصا على الأقل. هذا وقد بدأت طواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج. ووصفت العاصفة الثلجية التي تشهدها المنطقة بأنها الأسوأ في 45 عاما، ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وقطع التيار الكهربي عن ملايين الأمريكيين. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.